الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. طبعا النهارده هنشوف مهارات جديده وهنعمل مع بعض وصفات ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. هنعمل وصفات خاصه بالعيد لانك عارفه ان كلنا دلوقتي بنستعد لوصفات العيد الرائعه. خلينا نبدا في وصفه جميله من وصفات المحببه ناس كتير. ايه؟ لانكشاير. لانكشاير من الوصفات الجميله، هي حاجه بين الغريبه والبسكوت لكن حلوه قوي، ناعمه جدا، ليها كده شكل جميل، يمكن ما بتطبعش بره كتير لكن نقدر نعملها في البيت بوصفات بسيطه وجميله. هنعمل كمان من مخبوزات الافران اللي احنا معتادين عليها، هنعمل معانا كعب الغزال وهنعمل كمان المنين. خلينا كده نشوف يعني هنبدا بايه. هنبدا باللانكشاير وخلينا كده نقول ايه ابتدى معانا الشوط الاول ونبدا مع بعض نقول المقادير. عندي للانكشاير عندي كوبايتين من الدقيق، كوبايتين زيهم بالظبط من النشا الكورن فلاور اللي هو النشا الذره. طيب عندي بيضه، عندي كوبايه من الزبده، وعندي ربع كوبايه من السكر البودره، عندي طبعا للزق هو حاجه كده شبه البيتي فور بس بشكل مختلف، عندي شوكولاته قابله للدهن، عندي مربى، عندي شوكولاته فارمسال اللي هي الملونه او الساده، فستق او مثلا جوز هند او الوان طعام صحيه لو حابين نغير في لون وشكل العجين. طيب انا يعني ايه هبدا مع حضراتكم الاول بسم الله. هي وصفه لطيفه جدا. خلينا نتكلم اول حاجه عن الزبده. طبعا الزبده لو هنستخدم زبده في اي حاجه خاصه بنواعم العيد ليها كده تكنيك. بصوا الزبده دي انا هدوس كده بصباعي هوري لحضراتكم. بصوا هي الزبده دي هدوس كده، شايفين صباعي ساب اثر ازاي؟ دي اسمها بدرجه حراره الغرفه. انا مش عايزاها تدوب لدرجه انها تبقى كريمي، لا انا عايزاها محتفظه كده بنفسها عشان لما ادوس فيها تبقى خدت درجه الحراره، يعني ما هياش مجمده من الثلاجه. دي مهمه قوي عشان تدي فوليوم مع حضراتكم وتنعم، حتى لو بتعملوا بيتي فور، تعملوا بسكويت نشادر او اي انواع من انواع البسكوتات اللي بيستخدم فيها نسبه زبده وليس سمن. ولو السمن لازم تكون برضو ماسكه نفسها شويه، يعني ممكن تبقى بارده وطلعت تهدى عشان ما تبقاش لا مذابه ولا العكس. انا هاخد كده كميه الزبده الاول، خليني الاول اتاكد انه لا سمن مش حلو. يعني احنا دايما بنقول ايه، بص هو طبعا في ناس بتعمل البيتي فور ساعات بالسمن وبينجح، بس انا اللي عايزه اقوله لحضراتكم انه انجح حاجه في البيتي فور واللانكشاير يمكن بسكوت النشادر ينفع فيه سمنه وينفع فيه زبده، لكن الزبده دايما بتبقى مختلفة الحقيقة. طيب أنا هاخد كده كمية الزبدة دي، كوباية تقريبا من الزبدة. احنا كده اتكلمنا عن القوام بتاعها. هاخد معها شوية السكر البودرة دول، ولو السكر حضراتكم في البيت نخلينه، يعني أقصد انتوا اللي طحنينه انخلوه، ما تخلوش فيه البواقي الحبيبات دي عشان يفضل دايما ناعم ويديكوا قوام حلو ما فيهوش أي مشكلة خالص. بسم الله نبدأ بقى كده نشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة ألينها شوية. ألينها شوية. عندي هنا البيضة وفي فانيليا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهي هاخد من دول كده مع البيض، هحط كده شوية من الفانيليا مع البيضة. خلاص نضرب شوية حلوين، هتلاقوا مع الخفق الزبدة بدأت تطرى وبدأت اللون بتاعها بدل ما هو أصفر قوي بقى أصفر يفتح شوية يميل يبيض شوية شوية، ده مهم. وبعدين عندي هنا يفتحها يبقى إيه يميل للون المصفر الفاتح أو الأوفايت كده. طيب أنا هاخد كده إيه بالسباتشيلا مثلا، عندي هنا كمية الدقيق بسم الله الرحمن الرحيم وكمية النشا، هقلب كده وأحط معاهم ذرة الملح كده. وصفة بسيطة وسهلة لكن عايزة أقول لحضراتكم بقى النتيجة بتاعتها جميلة قوي ولطيفة جدا. برضو ايه ارفع كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هرفع انزل الجوانب
مهم قوي انزل الجوانب. والله حبايب قلبي انتوا، والله حبايبي منورين الكنترول كلكم والله يا روح قلبي، على الرغم اننا اللي لابساه مش انتي. هما بيعكسوني في الكنترول برضو، بشك حضراتكم يعني عجبهم اللون الفوشيا اللي انا لابساه، فبقول لهم ميرسي تسلم ايديكم يعني. كلكم ذوق والله حبايب قلبي. هحط البيضه ونبدا نخلط سوا. بسم الله. انا هنا قلبت خلاص الخليط ده، هاخده معايا وحطيت عليه ذره الملح. خليني بقى بسم الله عايزه انزل بس اللي في الجناب كمان تاني شويه كده. ايوه انا شايفه من هنا، يا سلام، عشان بس البيضه تختلط حلو. طبعا انا ممكن في المرحله دي اعمل، عارفين بايه؟ اعمل بالشبك، يعني اخلي الشبك هي اللي ايه اللي الاول تخلط ده، لكن ان شاء الله هو هيختلط على طول برضو باذن الله. بسم الله. وبعدين تعالوا بقى ايه، كده اختلطت البيضه حلو. تعالوا بقى اخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد كده الخليط ننزل منه شويه شويه. بسم الله، طبعا على حسب نوع الدقيق. تعالوا كده نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلط بالراحه وبعدين نزود عشان ايه خليني انزل تاني من الجوانب كده، معلش عشان انا طبعا عايزه اخد الزبده اللي من تحت دي. ايوه تدخل في كل خليط الدقيق. بصوا شايفين قوي كده كده، بصوا كده. بسم الله ونخلط بقى خلطة حلوة. عايزه امسك بس الخليط كده اشوفه. بصوا بصوا لازم اهو هيبدا بس يتعجن صح عشان يبدا السمن، الزبده لسه ساقعه، اول ما بتدخل وتاخد الحراره الدنيا هتبقى جميله جدا. خلينا ايه تمام بس نقفلها حلو كده مع بعض، تاخد الخلطه الحلوه بتاعتها. بسم الله.
تعالوا بقى اهي خلاص نجمع بقى العجينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بقى مع بعض. بسم الله هنزل ده، هاخد دول كده هنا. بصوا بقى هطلعها معلش هنا في بوله تشوفوها قدام حضراتكم او احسن شكل احسن اهو اهي 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 اهي. تعالوا بقى نعمل كالاتي، هعملها بس كده بايدي كويس اهي. احلى حاجه انها تبقى ماسكه نفسها كده، عارفين بقى لما اجي اشكلها دلوقتي هتطلع رائعه. الفرن عندي لو الفرن حامي قوي خلوه 160، نعملها معامله الغريبه لانه لانشايد ده لازم يطلع فاتح، لونه فاتح. تمام، نجمع بس كده. بصوا العجينه حلوه، تعالوا بقى نشوف هنشكله ازاي. اولا انا ممكن اقسم كده العجينه بالايد، فاخد جزء ابيض واخد جزء تاني الونه. عندي الوان الجل اقدر اعمل منه لون تاني اهو، الوان صحيه للطعام، الوان جل. تعالوا كده نشوف ممكن يدينا لون عامل ازاي. بصوا اللون اهو كده، ويا سلام بقى لو كان في كمان مجموعه الوان تدخل في بعض، يعني ممكن انا ادخل ده ولون كمان. بصوا بصوا اول ما بخدم العجينه بتطرى معايا في ايدي ازاي، هتبقى لينه جدا. بصوا الله 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 الله، هتشوفوها دلوقتي رائعه. بصوا تقدروا تخلوها كده رخاميه، شوفوا انتوا شايفينها كده رخاميه اهي، ونقدر نفضل نعملها لما تبقى اللون الاحمر الثابت بتاعنا او البينك. يعني لو تقلتوا الاحمر ده شويه يبقى احمر، لو سبتوه كده بس احنا بقى ايه عايزينها تبقى حمراء وحلوه. بصوا الجمال، شايفين شايفين العجينه حلوه ازاي. الولاد بقى يحبوا قوي يشتركوا ويشاركوا في الحاجات الحلوه دي. الله 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 انا ببص معاكم يلا بينا. تعالوا بقى ناخد هنا ايه، نجيب صاج، صاج كده جميل. بسم الله هحط عليه ورق زبدة، أنا مش محتاجة أدهنه زبدة، أنا بس عايزة أثبت ورقة الزبدة. فاللي هو هياخد كده فرشة نقطة من الزيت القمر بتاع مليان ده، حط هنا في الصاج، وهبدأ أعمل كالآتي. أمسح بس كده مسحة عشان تمسك لي ورقة الزبدة أهي، ما تتحركش في الفرن. خلاص تعالوا بقى نشكل سوا مع بعض ازاي. لا ورق الزبده ما بيدهنش طالما هو فيه زبده ولا البسكوت. بصوا بقى عايزين توزنوه بالميزان، اوزنوه. انا بعملها قد حبه البندقه بقشرها، عارفين حضراتكم حبه البندقه اهو. يلا هنحط كده ولا هلمسه، هي كور انا ولا هفرده ولا هتك عليه ولا حاجه، هو هياخد الشيب ده وهيتفرد لوحده. بصوا كده بصوا كده هنعمل شويه حلوين. الله الله اهو صف كده. بس بصوا اعملوه اتنينات، يعني حضراتكم احسبوا الكور دي اتنينات عشان كل اتنين نلزقهم في بعض. ممكن بقى تبقى واحده واحده اهو. بصوا الجمال، تبقى واحده بيضه وواحده ملونه، تبقى اتنين ملونين او واحده واحده، براحتكم. ده بقى الولاد هيحبوا قوي المشاركه في الحاجات الحلوه دي. واوري حضراتكم اللي انا عاملاه برده في شكل كده رخامي رائع، مسافات بينهم عشان لما يفرد ما يلزقوش في بعض. ادخل تعالي يا رانيا اتفضلي، بيقولوا لي احنا عايزين نلعب مع حضرتك. يعني انا عايزاهم يجوا يلعبوا يعملوا كلهم ما عاوزين. هم ما شاء الله كلهم بنات، الله اكبر عليهم، شاطرين ما شاء الله. ندى ورانيا واسراء، مين في البنات ناسياه؟ مين مين لسه قايله ندى؟ قايل لك يا اول اسم، اشتكي لمامتك دلوقتي وهديه حبيبتي هديه جميله طبعا، ومخرجنا. هو احنا نعرف نطلع شغل حلو ده من غير مخرجنا استاذ سمير؟ يا نهار ابيض، كل فريق كنترول ومصورين اللي معانا في الاستوديو. بصوا بقى انا عملت اهو صف، تعالوا بقى نعمل شويه بالالوان. شايفين قد ايه؟ عشان هي هتكبر شويه صغيره، مش عايزاها تكبر قوي. بصوا قد البندقه اهو، ناخد الحمراء بقى
عايزين تعملوا بقى احمر ازرق. بصوا الجمال اهو، يلا وهوري حضراتكم شكلها ما بتطلع. عايزين تكبروها شويه عن كده، ماشي، يعني اللي يريحكم. هو طبعا شكله بيبقى رائع. بصوا هعمل لكم واحده تانية على ايدي هنا، تشوفوها اهي. بصوا الجمال اهي، بصوا احمد الاسطوره، ادينا قلنا هو يا اسطوره. احنا نقدر. تحيه لكل العاملين والقائمين على قناه الاهلي، وكمان مراد المونتير. احنا يعني نهار ابيض، احسن ناس، احسن اخلاق حقيقي والله. فعلا الرياضه دي لازم فعلا فعلا اخلاق، بس المهم الناس تعمل بيها بجد والله العظيم. يعني التعامل مع الموضوع ده صعب جدا، خصوصا لما بيكون في منافسين. منافسه اللي هي شريفه دي بتبقى رائعه، لكن المهم انها ما تتحولش لحاجه تانية. بصوا الجمال، هوري بقى حضراتكم احنا عاملين شويه بالوان تانية اهم، وعاملين شويه كبار شويه، يعني اللي انتوا عايزينه بقى في كل الاحجام. عملنا كده شويه وعملنا الشكل الصغير. بصوا بقى اول ما بيطلع من الفرن ده حجم الصغنن ده اهو، شايفين ده حجم وده حجم اكبر. انتوا بقى اختاروا الحجم اللي يناسبكم، ودي احجام تانية ممكن تسيبوه كده، وممكن يتحشي برضو زي ما احنا عايزين. هاخد بس العجينتين دول كده هنا جنب بعض وايه، ونشيلهم اهو. هاجي بقى معلقه صغيره كده، انا عايزه اوري حضراتكم هعملها ازاي. هنا النار دافيه، هاخد شويه مربى. المربى لو انا عاملاها هاخد كده وايه، عايزه بس ادفيها سنه، يعني حاجه بسيطه، فهحط لها نقطه بسيطه من الميه، نقطه كده عشان تبقى لينه سنه معايا اهو، لينه تلين بس كده وتبقى ايه، ناعمه. او تضربوها مثلا في الطحان فتبقى بيوري، المهم ان هي ايه، تبقى ناعمه ما فيهاش قطع، يعني عشان تمسك كويس وتبقى جميله. طيب هناخد بقى اخر حاجه اللي هي هنشكلهم ازاي. بسم الله اهو، بصوا هناخدهم نلزقهم في بعض. طبعا دول هيدخلوا الفرن على حراره 180 لو الفرن مظبوط حرارته كويسه، على الشبكه في النص اهو. اول ما يبدا يفرش وياخد الشكل ويبقى من تحت ذهبي فاتح خلاص، المهم لونه من فوق ما يغيرش، مفيش شوايه، يعني فرن مروحه. لو الفرن حامي يبقى الحرارة 160 زي الغريبة اهو. هقفل كده وبعدين هاخد كده بولة اهي، ايوه، نلزق بس واحدة نوري حضراتكم الشكل العام بيبقى عامل ازاي اهو. بصوا كده، واحنا ايه ناخد الاول بالشوكولاتة عشان ده جاهز معانا. تعالوا بقى نعمل كده وحدات من الصغيرين دول اهو. مثلا لو انا هاخد بالمربى، بالمربى مثلا هفترض كده، انا عايزاها تطلع بره سنه، دي اللي جنبها اهي. بصوا بتطلع منين؟ من الحروف. ازاي الحروف دي؟ باخدها اروح بيها عند الفستق، اعمل كده اهي، شايفين حضراتكم ازاي بقت كده اهو. ناخد كمان واحده، هقول بالمربى عشان كده انا عايزاها تطلع بره سنه سنه، عشان الحرف ده لما يطلع بره المربى يلزق معايا في حاجة تانية. ادي الفارمسل، ادي شايفين ازاي في الفارمسل. وهحط هنا، هبدأ بقى اجمع. خلينا ناخد واحدة من الكبار دول نعملها بالشوكولاتة بقى. بصوا بصوا مثلا، يعني هعمل كده وخليني ايه اخد التانية، هي دي حجمها اعتقد دي معاها. بصوا ده. هاخد بقى الحرف ده واحطه في الجوز الهند، حاجه فاتحه. بصوا فيبقى منه احجام، احنا نقدر ننوع زي ما احنا عايزين بالشكل يريحنا اهو. اللي عايز يعمل حبات كبيره ماشي، عايز يعمل حبات صغيره. انا طبعا هشكل شويه اللي باقيين دول لانه الحكم صفر واعلن عن انتهاء الشوط الاول، وهستسمح حضراتكم نطلع للاستراحه، هنرجع مع بعض نستكمل ونبدا بعض الشوط الثاني بوصفه جديده، فمستنيه حضراتكم.
وسهلا بمشاهدينا الكرام، ورجعنا من الاستراحه ونبدا مع بعض الشوط الثاني. يلا بينا نبدا في وصفه جميله جدا كلنا بنحبها وبنشتريها من بره، هي كعب الغزال. هنحكي على فكره كعب الغزال برضو ليه طريقه ممكن نعملها بيها ازاي، وليه تسمى كعب غزال، دي مهمه برضو. طيب تعالوا بقى نشوف كعب الغزال. عندي كيلو دقيق، لو هنتعامل بالكيلو عشان اصدقائنا اللي عايزين بالكيلوات، كيلو دقيق. عندي معلقتين كبار من السكر، كوبايتين الا ربع سمنه مع زيت، وعندي كوبايه ونص من اللبن، وعندي معلقتين كبار من الخميره الفوريه، معلقه كبيره صغيره اسفه من البيكنج باودر، ورشه ملح. الحشو هحشيه بايه؟ عندي نص كيلو من معجون العجوه اللي هي الطريه، وعندي معلقه من السمن، وعندي رشه قرفه ورشه قرنفل للدعم يعني، وطبعا اختياريه لحضراتكم، ممكن ما تضيفوهاش لو مش عاوزين. الوجه عندي حاجه من الاثنين، اما ميه او بياض بيضه وفانيليا وسمسم. طيب تعالوا نقول كده بسم الله. اول حاجه انا هنا دفيت البان دي، هاخد اللبن كده ادفيه، بسم الله، هسيبه بس ياخد الحراره الدافيه عشان انا عايزه احط الخميره بتاعتي هنا. ادي الخميره، وافضل لحضراتكم نستخدم الخميره اللي هي الفوريه، لانه الفريش ممكن المعيار لو زادت كتير في التخمير هتفرق معاكم قوي، ممكن لو في حاجه بتضاف فيها بيكنج باودر هتبقى الموضوع مش هيبقى، مش هتبقوا مبسوطين من النتيجه. احط بس كوبايه اللبن، وهحط السكر لان هو ده اللي بيشغل الخميره. احط بس كده معلقه، يعني معلقه واحده بس كبيره، هقلب شويه، هسيبهم في جنب. الزيت والسمن مع بعض بيدي اللي هو ما بين القوام، لو بسمن بس بيطلع طري شويه، لو بزيت وسمن بيطلع مظبوط، لكن لو بزيت بس بيطلع كريسبي وناشف زي الافران. طيب احنا في سؤال دلوقتي جالنا على الصفحه، بيقولوا لنا ايه الفرق بين اللانكشاير والغريبه والبيتيفور. اولا الغريبه احنا عارفين ان هي ثلاث مكونات، سكر بودره وسمن ودقيق، وليها تكنيك كده علشان نوصل انها تطلع ناعمه وجميله، زي ما بيقولوا ناعمه يا غريب. هي نوع من انواع النواعم العيد الناعمه قوي، بس ليها تكنيك عشان ما تبصمش، عشان ما تسيبش اثر واحنا بنشيلها من الصاج، عشان تطلع ناعمه. اوكي، وعندنا كمان اللانكشاير. اللانكشاير يعد نوع من انواع اللي يليق قوي مع الغريبات برضو، بس هو الغريبه بتتقدم لوحدها، هو شويه برضو عجينته حلوه جدا. انا شخصيا لو ما عملتش غريبه بعمل لانكشاير، يعني يا ده يا ده، ما عنديش مشكله، لكن الغريبه شويه بتاخد كميه سمنه كتيره شويه، يعني كميه حلوين، يعني كميه على نص كيلو دي تقريبا ربع كيلو سمنه يعني. فاللانكشاير اخف سنه في التعامل، بيستخدم فيه الزبده اكتر، يعني اخد السمنه كده واروح، فهو نوع من انواع الخفيفه شويه، يميل للسابليهات والبسكوتات الراقيه الناعمه الراقيه يعني. التالت ايه بقى معلش؟ البيتي فور. لا البيتي فور ده قصه ثانيه خالص طبعا، يعني ايه عجينته مختلفه شويه كتير، هي برضو نسبه الزبده في نسبه وتناسب، يعني بياخد مثلا الكيلو حوالي 625 جرام زبده بارده، نقدر نشكل منه برضو جزء بالشوكولاته. هي نفس الفكره، الاساس فيها كميه الدهون او كميه الزبده او نوعيه الزبده ولا زيت اللي بنستخدمه. انا بفضل الحقيقه في الانواع الزبده تبقى الزبده النيوزيلندي اللي تميل للحيواني، ولو حضراتكم عايزين تستخدموا انواع ثانيه من السوبر ماركت تميل للحيواني مفيش مانع. احط شويه من الزيت وهضرب دول مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن فكره ان احنا نخلط مع بعض مثلا سمنه بلدي واحنا بنعمل الكحك وسمنه صناعي او سمنه نباتي، لا، لانه حضرتك يعني هتبوظي قيمه السمنه البلدي، راحت مع السمنه الصناعي خلاص، هي اختفت ملهاش اي اثر ولا فايده، وحضرتك كانك جبتيها رميتيها بالظبط. يا اما هتعملي سمنه بلدي هتعملي سمنه صناعي. احنا لو بنجمع بس وش اللبن اللي احنا بنستخدمه اليومي، لو بنستخدم لبن جاموسي وضربناه في الخلاط وفصلنا الزبده، هيبقى عندنا زبده بلدي هنعمل بيها الكحك ونعمل بيها معجنات ونعمل بيها قرص ونعمل بيها كل حاجه، يعني للناس اللي بتقول انا ما بشتريش زبده بلدي. لكن تعمليها في البيت سهله وبسيطه من وش اللبن.
لكن ان انا اجيب زبده بلدي اخلطها بسمن صناعي، لا لا انا مش مع الفكره دي. عشان الكم، المهم الكيف وليس الكم، عشان حرام كده. بصوا بقى افتحها كده اللون شويه. بصوا بقى حضراتكم فكره قوام السمنه. طبعا احنا لو بنعمل غريبه او حاجه، الغريبه لازم تبقى السمن ساقع عشان تدي فوليوم وتفتحها اكتر، عامله زي الكريم شانتيه بس مضروب لدرجه البياض. انا بس مش عايزه اعمل اكتر من اللي انا عملته دلوقتي. بصوا بدات هنا الخميره هتفور، خليني احط بقى الدقيق الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو دقيق متعدد الاستخدامات علشان يبقى مناسب. بسم الله. وطبعا انواع الدقيق دي بتبقى صعبه تعمل عرق مع الخفقه، عشان كده ما تخافوش، يعني ايه بتبقى مخصصه انها ما تعملش عرق. واحنا برضو مش بنخفق غير بالمعقول، اللي هو اللي احنا الدرجه اللي احنا محتاجينها فقط. طيب هاخد كده الخميره. بصوا بدات تفور ازاي اهي. بصوا بدات تعلى يعني تفور عشان نعرف انها تمام. انا طبعا هاخد كميه السكر اللي كانت متبقيه احطها لوحدها هنا اهو، عشان دي بقيه المعيار. انا خدت معلقه واحده بس منه للخميره عشان اشغل الخميره مع اللبن دافي، فعشان بسرعه الخميره تشتغل معايا بشكل اسرع وتبقى رائع. شايفين حضراتكم؟ لا من فوق بقى كمان باينه ازاي انها عليت رائعه ازاي. الله، تعالوا بقى بصوا كده وانا بصبها هنا. هنبدا نحط الخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تعالوا بقى. بسم الله. نخلط الخليط ده بشكل جميل قدام حضراتكم. كده تمام ماشي. نبص على الريحة، الخميرة طلعت بقى. طبعا أنا بفضل الخميرة الفورية. معلش اسمحوا لي أشوف القوام. بسم الله. القوام حلو بس ممكن ياخد نقطة، بده يرجع للدقيق برضو نقطة بس من اللبن كده. بسم الله. أو مية زي ما تحبوا، بس أنا عندي هنا شوية لبن، ممكن أحط بس حبة نونو يعني. تعالوا بقى، انا استخدمت طبعا زيت مليان. بصوا بقى لانت وبقت حلوه ازاي. تعالوا بقى اوريها لكم هناك. بسم الله بسم الله. اوبا. طيب بصوا بقى، انا دلوقتي هبدا مع حضراتكم. هنبدا في حشو هنتكلم عن العجوه، ايه اللي بينشفها. تعالوا بس اوريكم الاول قوام العجين. انا ليه زودت شويه اللبن؟ شويه اللبن دول فرقوا؟ اه فرقوا. فرقوا ده على حسب نوع الدقيق، ممكن نوع دي اللي بستخدمه غير نوع دي اللي حضرتك بتستخدميه، فيفرق في كميه السوائل. خليني بس كده ايه، حاضر من عيني الاثنين اهو. شايفين ازاي؟ بصوا بقى العجينه. بصوا العجينه لينه وحلوه ازاي. شايفين اهي طريه وحلوه ازاي. هي دي بقى قوام العجينه. دي المفروض بتخمر شويه اوكي، بسيبها شويه ربع ساعه كده مغطياها وتخمر العجينه دي. الكيلو ده يعمل لي كميه حلوه جدا. تعالوا بقى ناخد كده منه شويه، هوريكم نعمل ازاي. احنا عندنا مردانه صح؟ يا سلام. وممكن من غير برضو، هوريكم الاثنين. خلينا نبدا اللي من غير وبعدين نبدا. عايزين تفردوا مستطيل واحد وتقطعوا منه ماشي اهو. بصوا كده في مكان دافي اهم حاجه. هجهز العجوة كمان الحشو، بس هفرد دي وهوري حضراتكم الحشو بنعمله ازاي. بصوا بقى ادي العجينة اهي هتتفرد معايا بكل سهولة كده. انتوا حاطين المردانة فين يا شباب؟
هاتوها لي هاتوها لي حبايبي هاتوها عشان ايه نعمل بسمك بقى. المهم بقى السمك ده زي ما حضراتكم تحبوا، يعني عايزينه بقى السمك ده يبقى مش رقيق قوي عشان يبقى فيها ما تبقاش بس الحشو عجوه، يبقى فيها يعني الغلاف اللي بره ده نسبه حلوه كده. بص اهو 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 شايفين الجمال. تعالوا بقى نعمل العجوه. بصوا العجوه دي بتتباع دلوقتي، شايفينها ازاي طريه وحلوه. انا عايزه اعملها على البارد. يعني ايه على البارد؟ يعني انا مش هحط لها السمن واديها تشويحه على النار، انا كده هبقى شوحتها بالسمنه وهدخلها تاني الفرن هتبقى تنشف مره كمان. فانا هاخد كده اهي شايفين ازاي، هاخد نص معلقه سمنه صغيره بس كده، وعندي القرفه دي بتدي طعم رائع، رشه كده شايفين. بصوا وهاخد رشه بسيطه من القرنفل وهعمل كده بايديا على البارد لو حضراتكم عاوزين. ليه؟ علشان الـ 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 المعجون ده ما ينشفش مني جوه الخليط بتاعي لما ادخله الفرن. انا عايزاها على البارد، فما تدخل تدخل مره واحده الفرن جوه العجينه تطلع مظبوطه ان شاء الله. اهو اهو شايفين ازاي؟ تمام. بصوا كده الله 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 الله، وتطرى معايا وتبقى رائعه اهي شايفين الجمال. هناخد بقى منها جزء كده على حسب احنا عايزينها قد ايه، مثلا يعني هفترض اهو، وهعمل كده هفردها كده مع حضراتكم بطول العجينه اهي. لا هاخد حته كمان عشان تبقى مظبوطه جدا اهو، عشان ايه تبقى من اول الحرف للحرف اهو شايفين اهو. هاخد بقى كده من العجين ده كده وهغلف، هوصل لهنا هقطع بالسكين، هاخد كده ده رول، ده رول الاول هقفله الاول كده، هقفل عليها كده الاول كويس اهو شايفين ازاي، وهعملها كده. دول لمحبي العجوه اللي هي يعني بيحبوا الحشو كويس، عايزين تخلوا الحشو اقل من كده مفيش مشكله. هاجي بقى في المقابل، يعني بصوا هنا هما مجهزيني الشباب تسلم ايديهم، ده الارفع اوكي لو احنا عايزين حاجه ارفع، بس انا هحط الاثنين برضو. انتوا بقى عايزين تحطوا واحده بس ماشي. بحب العجوه جدا، بنحب العجوه جدا ومفيده جدا. طيب هناخد كده وهقص هنا الزياده، هشيل دي خلاص وهبدا اعمل دي بنفس الشكل بعد الاول ما اقفلها من هنا، اقفل الحروف كويس جدا وبعدين اعمل كده. سيبوني اشيل ده بقى كده، جهزنا واحد هنجهز التاني اهو، خلينا بس نقفل عليه صح على العجوه صح ايوه اهو. دول عشان بس اتنين انا ما ضمتهمش لبعض. وتعالوا بقى ناخد كالاتي، عندي طبق هنا هحط فيه العجوه دي، طبعا فوائدها كتير جدا. طبعا دي اول حاجه بتقوي المناعه، الناس اللي عندها انيميا والاطفال اللي عندهم انيميا يعني بتحمي من امراض المناعه بشكل عام. بصوا بتحسن الهضم طبعا، صحيه للعظام. هاخد كده بياض بيضه واحط شويه فانيليا. السيدات اللي مرضعات اللي عندها اولاد وفي فتره الرضاعه هي بتقوي نسبه اللبن، وطبعا الناس عندها فقر دم او الاطفال اللي هم طبعا عندهم مناعه. بصوا وعايزه اقول لكم زمان بقى كانوا بيقولوا ايه ان هي من الحاجات اللي ايه كانت بتسرع الطلقه عند السيدات، دي بقى المعلومات القديمه يعني. بصوا كده هاخد انا بس بياض البيض بفانيليا وهعمل كده وهمسح من الناحيه الثانيه، ده لو انتوا عايزينه كله سمسم، سمسم ده كمان مخزن كالسيوم اهو، هعمل كده اهو شايفين ازاي.
السبع تمرات دول مهمين قوي بجد يعني. بصوا 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 الجمال. تعالوا بقى هاخد بس الفرشة هنا، همسح بس مسحة بسيطة عشان ألزق دي، هاخد عليها ال كده، والتانية هعمل كده، هعمل كده، شايفين ازاي كده. حطيت بياض بيضة او ممكن بس مسحة مية، مسحة مية. تسلم ايديكو. ايه اللعب ده بس يا استاذ سمير؟ بسم الله هنعمل كده. وبعدين انا هاخد ممكن اعمل كده، شايفين؟ تسلم ايديكم. بصوا اهو، طبعا بالطريقه اللي تناسب حضراتكم اهي اهو. واخد بس الحته الترطوفه الوحشه دي شيلها. حلو كده، بصوا الجمال اهو في ثانيه. كعب الغزال ده ولا لا؟ تعالوا بقى اوريكم شكل كعب الغزال الحقيقيه اللي المفروض تتعمل. وليه سموه كعب الغزال؟ عشان هو واخد شكل كعب الغزاله. كعب الغزاله ليها شكل كده، ليها شكل معين، هوريه لكم في حته عجينه صغننه عشان بس ابقى انا عملت اللي عليا لاخر لحظه. ثانيه واحده. الله، بصوا بص على الانكشار بدا يفرد سنه، بوريه لكم اثناء الخبز. طيب هوريكم بس قطعه كده من العجين عندي اهي. بصوا بقى كعب الغزال، كعب الغزال اهي، هي حاجة بسيطة قوي. بصوا كده انا بعمل كده، بحط من العجوة الرفيعة دي، شايفين الحجم ده الصغنن ده اهو، بقفل كده اهو، شايفينه ازاي صغنن جدا. هعمل كالآتي، واخدها كده تبقى عاملة زي الكعب الغزالة، زي كعب الغزالة يعني، رجليها الكعب اللي من ورا ده. بس المفترض يعني ان هي تبقى شكلها كده، بس احنا غيرنا كل حاجة خليناها كده زي ما حضراتكم شايفين. الصاج هدخله الفرن، ودي طريقة حلوة تحتفظ بالسمسم بشكل كويس لحضراتكم عاوزينه، على حرارة 180. انا مشغلة على انكشاير برضو 180. بصوا بدأ يفرش سنة سنة ازاي، هسيبه كمان شوية لسه ما استواش. واسمحوا لنا بقى دلوقتي الحكم اعلن عن انتهاء الشوط الثاني، هنطلع لبعض استراحة كده ونرجع نستعد للاكسترا تايم، لكن بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم. وسهلا بحضراتكم مرة تانية، وانتهينا من الشوط الثاني. طبعا هنروح دلوقتي لبداية الاكسترا تايم. هنبدأ مع حضراتكم في وصفة جميلة، هي وصفة المنين. هي تقريبا المقادير متقاربة بين كعب الغزال وبين المنين، لكن انا هعمله بالشمر واليانسون. طبعا حضراتكم مش عايزين تعملوه ساده براحتكم، بس انا هعمله شمر واليانسون عشان اصدقائنا اللي طلبوه بالشمر واليانسون، وهقول الفكره في ايه. تعالوا نقول مقاديرنا قبل ما اخده احمصه. يلا بينا. عندنا هنا للمنين 4 كوبايات من الدقيق، 2 كوبايات من السمن، 1 كوباية من اللبن الدافيه، 1 معلقة كبيرة خميره فوريه، 1 معلقة كبيرة سكر، رشة ملح، 1 معلقة كبيرة شمر، 2 معلقة من اليانسون، على حسب انتوا بتحبوا انهي طعم افضل، بس احنا دايما بنقلل في الشمر. طيب انا مجهزة كده طاسة على النار، مش حاطة فيها اي مادة دهنية. هحمص الاول اليانسون والشمر. هاخد كده 2 معلقة اليانسون وهاخد 2 معلقة الشمر. طيب ليه انا هعمل كده؟ عشان انا عايزة اطلع الروايح الحلوة والزيوت اللي فيهم تطلع وتديني ريحة حلوة جدا، ومش عايزة أعمل حاجة خالص غير إني أديهم تشويحة على طاسة بس السخنة، عشان الله الروايح بقى لما تيجوا بقى تحطوها على العجينة هتستمتعوا جدا جدا.
انا المره دي هعمل المكونات كلها مع بعض، مش هسخن يعني مش هحط حط بس اللبن يدفى، لكن مش هحط الخميره مع السكر مع اللبن. دي طريقه دي بتختبروا بيها الخميره دايما لو انتوا شاكين فيها، وتبقى طريقه اللي هي ما تتحطش على العجين وبعدين تكتشفوا انها مش شغال. بصوا بقى اللون اختلف ازاي، بقى لونه اغمق ازاي، خلاص زيته طلعت، هشيله بقى عشان كمان ما يمررش اهو. هسيبها هنا، الريحه رائعه. هاخد شويه لبن، بسم الله، هدفيهم يدفى. بس طبعا اللبن لو سخن يفسد العجينه، لازم يبقى زي دمعه العين، يعني احط ايدي فيه انا مش حاسه انه فيه مشكله خالص، علشان يشغل بس الخميره على طول. وطبعا الخميره الفوريه افضل وامن. الخميرة البيرة لو حضراتكم بتحبوها اعملوها مشروب واشربوها، مفيدة جدا، خمائر دي للمعدة وللجسم جدا. بتتعمل بمعلقة سكر وتضاف عليها مية وتتقلب كويس وتتشرب، وفي ناس بتفورها الصبح تشربها على الريق. من الحاجات الجميلة المهمة. طيب هاخد بقى أنا كده الدقيق أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، هروح أضيف هناك الدقيق. هعكس المرة دي المقادير وأقول إن احنا نقدر نعمل ده سواء بالطريقه اللي انا عملت بيها كعب الغزال او الـ الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها في الشوط اللي فات. وهاخد كده المكونات القمر اللي احنا شوحناها دي، الشمر واليانسون، معلقتين من اليانسون ومعلقه من الشمر اللي حمصناها كده. هاخد المكونات الجافه، الخميره والسكر، وطبعا مش هننسى رشه الملح، بسم الله، ادي معلقه السكر، ادي معلقه الخميره الفوريه. والكيس يا جماعة بيبقى أكبر من معلقة، أكتر من معلقة، فما تستهتروش بالشوية الصغيرين دول، ممكن يعني يفسدوا العجينة، فما لهمش لازمة خالص. طيب أنا حطيت فين الجار أهو، معلش هصب فيه بقى هنا عشان أعرف أصب منه، بسم الله، يهدى شوية اللبن، هخليه جنبي. وطبعا هنزل الأول كمية السمن، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين تقسموا المقادير جزء سمن وجزء زيت زي ما تحبوا، زي ما انتوا بتحبوها مرملة أو غير اهو، بسم الله، هنقلب نبسها كده بس خفيفة تتشرب السمن والدقيق والمنكهات الحلوة اللي هي الشمر واليانسون، وبعدين ننزل بالسوائل فنتحكم فيها زي ما احنا عايزين. يضيف شمر او ينسون ما يضيفش يا جماعه، مفيش مشكله خالص، هي دي اضافه لكن مش حضراتكم مش مجبرين عليها يعني. طبعا هي ليها محبيها يعني، بس يتلم لمه كمان، انا بساعده بس كده يتلم لمه كمان اهو. وعشان نعرف نقطع العجينه بشكل جميل، تقطيعها سهل وبسيط جدا، بسم الله اهو. وهبدا اجيب صاج، اجهز انا صاج، وسكينه صغيره، ممكن الكبيره ما يجراش حاجه برضو اهو. بصوا بقى العجينه بدات تلم اهي، شايفينها؟ تعالوا بقى اوريها لحضراتكم، بسم الله، اهي لمت ازاي ونضفت الايه؟ البان او البال دي، بسم الله. هاخد كده كميه حلوه منها، طبعا الريحه رائعه اهو، شايفين الجمال؟ دي بقى مخبوزات، دي في البيت حاجة تانية خالص غير اللي حضراتكم بتشتروها. انتوا عاملينها بقى في البيت حاجة نظيفة وحاجة مخدومة زي ما بيقولوا. طيب هاخد كده، بصوا العجينة جميلة ازاي، هوري حضراتكم بس، شايفين ريحة الخبز رائعة. بصوا بقى انا لما بضربت الاول وبسيت
يعني السمن دخلته في الدقيق دي مرحلة حلوة قوي ومهمة، مهمة جدا. خلوا بالكوا أول ما الدقيق بيتشرب السمن دي هتلاقوا العجينة طريت. أنا للحظة وأنا ببص مع حضراتكم لقيت إن العجينة طريت قوي، دي لحظة خادعة لبعض الناس اللي لسه أول مرة تعملها تقول لك دي مش محتاجة سوائل. لا هي محتاجة، حطينا السوائل لقيتها سالت تاني، يعني بقت لينة كده وبعدين بدأت لمت زي ما انتوا حضراتكم شايفين. فدي لحظات بتخدع حتى في الكحك، خلوا بال حضراتكم جدا. طيب هاخد كده، خلينا ناخد على حسب احنا عايزين قد ايه نقطع بقى العجينة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، معلش خليني ابص على اللي في الفرن سريعا. واو، يلا بينا نطلعه. بصوا معلش ههري حضراتكم، بصوا بقى بعد اذنك استاذ سمير، بص الجمال، بصوا اهو شايفين، شايفين ولونها زي ما هو، لونها زي ما هو اهو. خلاص هو مش محتاج اكتر من كده، هنطلع بقى ده فوق ياخد بقى الايه، الله بدا يتماسك بس لسه شويه، هنحطه فوق وهنجهز للمنين الصاج بتاعه. تعالوا بقى نعمل كده، اهم حاجه العجينه تكون طريه. تعرفوا منين ان انا امسكها كده ما تشققش؟ مهم قوي انها ما تعملش شقوق، لو مش عملت شقوق هيبقى يا ناقصها سوائل يا اما ما اتخدمتش كويس في العجن. ماشي الكلام؟ بصوا كده بقى، تعالوا هنعمل كده مثلا، خليها بارتفاع شويه، هي بتعلى يعني هي تخمر ما تخافوش، بس انا بقول ليه لحضراتكم كده علشان لو انتوا عايزينها هتبقى كده. هشيل بس ده، عايزين بقى اكبر من كده مفيش مشكله، زي ما انتوا عايزين اهو، هنشيل دي. ماشي الكلام اهو، هناخد بقى نبدا نرص على برضو. طبعا بقى اللي عامل بسمنه بلدي هيبقى سعيد ومبسوط. زي ما قلت لحضراتكم الحاجات دي ما تتعملش غير على اصولها رائعه. وطبعا اصدقائنا اللي عايزين حاجات صحيه هنعمل حاجات صحيه كتير، وطبعا تابعوا الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي، عامله حاجات كتير خاصه بحضراتكم وخاصه بمرضى السكر في قصه الحاجات دي. بصوا كده شايفين الجمال، هتدخل الفرن حراره 180، برضو هتاخد وقتها حوالي 15 دقيقه 20 دقيقه على حسب انتوا عايزينها ايه. طب لو هي احمرت من تحت هنبدا نشغل فوق ونديها اللون اللي حضراتكم حابينه اهو. وادي الكعب الغزال، بصوا شغال في الفرن اهو زي الفل. اول ما تبدا ريحه السمسم بس تشعر معانا كده وتطلع وتبقى جميله هنبدا نعرف ان هو ان شاء الله استوى وبقى رائع. طيب بصوا بقى اللانكشاير طبعا سخن ما بلمسوش الاول، بصوا بقى عشان ما يبصمش. يبصم يعني ايه؟ زي ما اقول في الغريبه ان انا امسكها كده فتروح سايبه اثر هنا، ده مهم. وادي اللانكشاير، بصوا الجمال، يعني الاحجام اللي تنسي. انا بحب الحجم ده والحجم ده قوي، بيبقوا يعني لطاف جدا، الولاد كمان بيستمتعوا يعني الحقيقه بيهم قوي. واحنا بصوا شكلنا هنا شويه كمان منهم، استاذ سمير هيجيبهم لنا دلوقتي يعني بالفستق كده والحاجات الحلوه المعروضه هنا كده اهو في الطبق اللي قدامنا ده. عملنا شويه رخاميه كده زي ما انتم شايفين، دخلنا شويه الوان في بعض بنفس العجينه، نقطه من الازرق او نقطه من الاحمر نقطه من الاخضر. بصوا كده هنا، شوفها لنا بعد اذنك يا استاذ سمير. يسلم ايدك. كده تسلم ايديك والله. وادي اللانكشاير بسيبه لما يهدى وبعدين اطلعه بقى احطه، يعني عايز يتاكل كده جنب القهوه، جنب يعني شاي بلبن براحتكم. عايزين تحطوا له بقى ده ويحل محل البيتي فور. هو على فكره حاجه بين الاثنين، بين الغريبه وبين البيتي فور، هو حاجه كده راقيه وجميله وليها محبيها. بس هو الفكره انه هو بيتحط له نسبه نشا غير البيتيفور وغير الغريبه. فطبعا شكله بقى، بصوا يعني احنا هنوريكم برده حاجات احنا مقدمينها هناك، انا ممكن اروح ازود عليهم شويه حاجات. بصوا بقى احنا عاملين، بصوا منه اشكال ساده يتقدم كده جنب الايه اللي حضراتكم عايزينه، يعني حاجات كده ساده بسيطه يتقدم فيها
بصوا كده، وهنا كمان نطعم بكام واحده كده صغننه. يعني ان شاء الله يا رب ينول الاعجاب. احجام مختلفه، احجام مختلفه اهو، ودي اللي احنا قلنا عليها ممكن نحطها هنا كده اهي، تدي شكل حلو كده. الله 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 الله، شايفين الجمال؟ المنين وطبعا كعب الغزال. الناس اللي مش بتحب سمسم كتير، انا عملت شويه على الوش بس سمسم رش، للناس اللي مش بتحب السمسم زياده. في ناس ما بتحبوش زي البقسماط، ما بتحبش عليه سمسم زياده، فانا عملت شويه من غير سمسم. للناس اللي بتحب السمسم بيتغلف، وريت حضراتكم التغليفه بتاعه السمسم في كعب الغزال بتبقى ازاي. نمسح الوش ميه ونرول العجينه كويس في السمسم على طبق مفرود كده فتتمسك من جميع ناحيه. للناس اللي برده مش حابه تضيف بيض، انا ضفت بياض بيض، بلاش الصفار. ضفت البياض وحطيت معاه فانيليا ونقطه ميه او نقطه لبن زي ما تحبوا، مسحنا بيه. رائع جدا، من الحاجات الجميله جدا. فشايفين بقى الحاجات الحلوه دي مبهجه، ونحطها بقى في حاجات جميله زي اللي شفتوا دول، حلوين جدا، بيتباعوا شفافين، يبينوا كده اشكال الحلوه بتاعتنا. تسلم ايدين طبعا اللي جاب رانيا، والله تسلم ايديك يا روني. شايفين الجمال؟ الحاجات دي مبهجه قوي 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 على السفره. طبعا الستاند ده لا غنى عنه في كل بيت، مفيش غنى عنه خالص خالص. عايزه اقول لكم ممتاز، يعني نقعد بقى معانا الستاند اللي عايز كحك. بصوا بقى البسكوتات والمنين، بصوا المنين، بصوا المنين. الله 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 الله، والله ريحته روعه. عارفين بقى الريحه دي بتطلع قويه لما تحمصوا، بس جربوا تحميص الشمر واليانسون. اي حاجه عايزين تعملوها على اي مكون حابين تحمصوها، طلعوا بس الروائح الحلوه اللي فيها. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. هنا بقى طبعا احنا يعني حبينا نجمع الحاجات اللي عملناها مع بعض. دي غريبه كانت ريد فيلفت، جميله ازاي، حلوه ازاي. وطبعا اللانكشاير اللي حضراتكم شايفينه، والكحكات الصغننين اللي احنا حشيناهم. احنا عملنا كذا عجينه حلوه بالكحك، عملنا بالزبادي، وعملنا يعني كحك بانواع كتير جميله. اتمنى يا رب ينول اعجاب حضراتكم جدا. تسلم ايديكم وعينيكم، والله بجد تسلم ايديكم وعينيكم. ولسه ما زلنا كل حضراتكم عاوزينها نعملها ان شاء الله مع حضراتكم باذن الله. طبعا ليا كمان مع حضراتكم مفاجاه جميله، حضراتكم دايما بتبعتوا لنا واحنا بعد ما اعلنا واعلنت على الصفحه، وليكوا اي اسئله خاصة بالفقرة الطبية اللي بتسأل على أي أسئلة. إحنا الحقيقة هيبقى معايا إن شاء الله الفقرة اللي جاية، أو هتبقى معايا ضيفة جميلة، هتبقى دكتورة دينا أبو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال، بترد على كل الأسئلة. هي يعني الحقيقة جاية علشان تقول لنا كل حاجة إحنا عايزين نسأل عنها تجاوبنا عليها، وبعدين تقول لنا حلول لطيفه ليها بنختار اللي يناسبنا ونشوف هنعمل ايه. لكن طبعا انا حبيت اشارك حضراتكم علشان دايما بحب من خلال برنامجي اني اقدم الحاجه المضمونه اللي دايما تكون في متناول الجميع، اقتصاديا اسعارها مناسبه، كلنا محتاجين لها، مش حد وحد لا. فطبعا دي بالنسبه لي يعني الدعوه اللي بتطلع من قلب حضراتكم ليا، دي عندي بالدنيا وما فيها. فأتمنى دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. أرجو أن أنا ما أكونش أعلنت عن أي حاجة في برنامجي تكون على غير المستوى المطلوب، لأن أنا يمكن عندي رأي مشدد شوية في بعض الحاجات في الحياة، مش عايزاكم تتضايقوا منها. لكن يعني زي السمنة البلدي، أنا ما بعرفش ما بعرفش ما بعرفش أقول أنا دي الصناعي في حالة واحدة، هتحتاجوا لها في حالة واحدة. وعندي أفضل أنكم تستخدموا الزيت كمان إذا الحالة الاقتصادية لا تسمح إن إحنا ممكن نجيب. ومع ذلك بقول إذا إحنا بنجيب لبن بلدي في البيت، تقدري حضرتك تعملي الزبدة البلدي من القشطة، حوشيها في علبة في الفريزر وطلعي على قد ما تقدري كل كمية، اضربي في الخلاط وافصليها، وخدي الشرش اعجلي بيه معجنات، وخدي الزبدة وجمعيها في الفريزر. ونصيحة لحضراتكم اللي بيستخدم الكحك على السخن، الكحك على السخن عشان ده أيام جدتي وجدتكم، ربنا يدي حضراتكم الصحة والعافية، من فضلكم. انا لو انا هعمله في البيت بالطريقه بتاعت والدتي الله يرحمها، انا هحط الزبده البلدي على النار وانا بسيح الزبده، وبمجرد ما تسيح انا هاخد منها وهي سخنه اعمل بيها الكحك بتاعي، لكن مش هسخن تاني.
حافظوا على صحتكم وخلوا بالكم من نفسكم، واتمنى يا رب دايما حضرتك تبقوا في احسن صحه واحسن حال، ونكون دايما وجهه مشرفه لحضراتكم، اكون وجهه مشرفه لاولادي ولاسرتي ولكل الناس اللي بتشوفني بتثق فيا. وطبعا يعني دعم حضراتكم ده مش هنساه ابدا، لان انتوا رفقاء واصدقاء النجاح. اسمحوا لي بقى اقدم ضيفتي اللي هتنورني وتشرفني ان شاء الله. هنطلع الاستراحه وهنرجع مع دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال في انتظار حضراتكم. ولسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا من مهارات عظيمة. طبعا في كل مرحلة عمرية بيحتاج الجسم للتغذية السليمة والفيتامينز اللي بتساعده على النمو بشكل صحي أكيد، وبالأخص المرأة، لأنه بيكون احتياجاتها للفيتامينز بشكل يعني قوي جدا عن الرجل، وده بسبب ان هي المراحل اللي بتمر بيها وبتفقدها الكتير جدا من الفيتامينز والمعادن، واللي لازم تعوضها اكيد علشان تكون صحتها كويسه. احنا النهارده هنخصص الفقره دي علشان نهتم ونتكلم عن اهميه الفيتامينز لصحه المراه مع ضيفتي المنوراني ومشرفاني في الاستوديو دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. دندون حبيبه قلبي، ازيك يا عظيمه؟ الحمد لله حبيبتي، منوراني ومشرفاني. كل سنه وانت طيبه وكل الناس طيبين يا رب. وانت طيبه صحة وسعادة يا رب العالمين. طبعا بشكرك لانه انت يعني بتجمعي لنا كل اسئلة الاصدقاء، وبجد احنا النهارده الموضوع عاجبني جدا. أيوة. وهتجاوبينا على اسئلة هتهمنا كلنا طبعا معاكي. انا اول واحدة فيهم. اوكي. بصي يا دندن، احنا طبعا اول حاجة السيدة بما انها بتمر بفترات عمرية، خلينا نبدا من البداية. المرحلة اللي أبدأ أقول أنا وأنا فيها كده أقول إيه، أنا ممكن يبقى عندي نقص فيتامين، أنا بكتشف حاجات بسيطة، أكتشف ضوافري طبعا وشعري طبعا، فأبدأ أقول إيه هو ليه بيقع، هي ليه ضوافري ضعيفة ما بتطولش. صح، دي مبدئيا طبعا. يعني قولي لنا بقى، كلميني عن المراحل دي بس باستفاضة كده. بيبقى في ساينز تانية، يعني يمكن الساينز الكومن قوي ان الشعر بيقع، وبرجع اقول مش كل تساقط شعر نتيجة نقص فيتامينات. عندي امراض مناعية، عندي مشاكل في السكر، عندي امراض مزمنة ممكن تؤدي الى تساقط شعر. لكن على طول بقول، ودي بتحتاج ادوية ولا فيتامينز هتنفع، الفيتامينز داعمة فقط. فبناخد الدواء مع الطبيب المختص، بنمشي على البريسكريبشن وممكن ندعم بالفيتامينز. كويس. تكسير الضوافر، بتلاقي حاجات كتيره، شحوب البشره، البشره تبقى شحبه، محتاجه فيتامين بي على فكره. والله. يمكن فيتامين بي من اهم النتيجه بتاعته او من اهم فوائده ترطيب البشره، لان شحوب البشره نتيجه الجفاف. ترطيب البشره وبيحارب قصه البيجمنتيشنز او بيحارب التصبغات بشكل ما. الهالات السوداء، يمكن كمان الاسمرار اللي حوالين البق. لما باجي اغسل سناني الصبح الاقي ساعات دم بينزل. بس لو ما عنديش سيوله عاليه وقتها اقدر اقول ممكن يبقى نقص فيتامين سي، فلازم ندعم فيتامين سي لانه كمان بيدعم جدا التئام الجروح، والزنك بيدعم التئام الجروح. الحاجات دي الحاجات بقى اللي بنحس بيها ممكن تبقى نتيجه نقص فيتامين، الخمول والكسل. بتلاقي سيدات كتير عندها خمول وكسل وعدم تركيز، يمكن كتير مننا بينسى، تركيزه مش قوي قوي. وقتها اقدر اقول نقص فيتامينز، وبالاخص يمكن فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. تنميل الاطراف، دي برضو مشكله، تنميل الاطراف بيبقى نتيجه نقص فيتامين بي، لان فيتامين بي داعم جدا للاعصاب وكل اعصاب جسمي حتى العصب البصري. يعني على طول بقول مهم جدا الفيتامينات عشان احسن العصب البصري واحسن قوه النظر. يمكن بيقولوا لنا ايه، الجزر بيقوي النظر لانه مليان فيتامين ايه مثلا. مع فيتامين ايه محتاجين فيتامين بي.
التخن ممكن فجأة بتلاقي بعد التقدم في السن مع الست الحرق بتاعها بيبقى أضعف، فبتلاقي بتكتسب دهون أكتر، فلو ما أخدتش فيتامينات بتعلي لي معدل الحرق هلاقي نفسي بتخن. المود بتاعي بتلاقي مود سوينجز، يعني شويه مبسوطه شويه متضايقه، وما اعرفش انا متضايقه من ايه، ممكن وقتها اقول نقص فيتامينز. فمهم جدا لصحه المراه تدعم الفيتامينات والمعادن رقم واحد، تدعم الصحه النفسيه جدا، لان التوتر النفسي والضغط العصبي بيعلي لي مستوى الكورتيزول، ودي بتعمل لي مشكله في كل هرمونات جسمي. فتدعم الفيتامينات، تمشي تلعب رياضه، تشرب كويس، تاكل اكل صحي، كل ده هيظبط معاها مع اي فئه عمريه. طبعا هنتكلم ليتر اون عن الفئات الحوامل، لكن انا بتكلم على الستات الطبيعيين. طب خلينا بقى نصنفهم دلوقتي، البنوته اللي في عمر العشرينات غير اللي في الثلاثينات غير اللي في الاربعينات غير اللي فوق الاربعين. نحدد ازاي نوعيه الفيتامين اللي يحتاجه كل جسم، يعني كل شخصيه من دول او على حسب عمرها؟ بصي يعني ايه المطلوب للي من العشرينات تبدا تدعم بيه نفسها مثلا، وبعدين بيزيد مع تقدم العمر؟ هو اي سيده بتحتاج فيتامينز يوميا، يعني من الفيتامينز اللي بنحتاجها يوميا فيتامين سي. تمام. بيدعم المناعه جدا، فيتامين سي بيدعم الغضاريف وبيدعم العظم، فيتامين سي بيحفز لي على انتاج الكولاجين فبيعلي لي جدا نضاره البشره. من الفيتامينز اللي بنحتاجها يوميا اللي هي الووتر سوليبل، اللي هي قابله للذوبان في الماء. فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. طبعا السيده الاكبر سنا بتحتاج اكتر. أكيد. جرعات تقصدي؟ جرعات اكتر. تمام. والسيده الحامل بتستشير الطبيب، لان بتحتاج جرعات معينه من فيتامين، من الاوميجا، من الفوليك اسيد، مهم قوي ليها لانه بيدعم صحه الاعصاب ويعمل على عدم تشوهات الاجنه. الست اللي بترضع محتاجه برضو فيتامينز. بعد المونوبوز او بعد بدانا نخش في الاربعين والخمسه واربعين، فلازم ندعم جدا صحه عظمنا، لان مع البونوبوز كثافه العظم بتقل جدا، فبتستشير الطبيب تعرف نسبه الكالسيوم بتحتاج اكتر من اللي عندها 20 سنه و 30 سنه. اكيد. فكل فئه عمريه بتحتاج فيتامينز، بس المقادير والتركيزات عندي بتختلف، لكن الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الماء مفيش مشكله ان انا اخدها يوميا. طب ما تكلمينا بقى عن الفا مالتي فيت، علشان هو من الفيتامينز المرشحه للسيدات وطبعا لكل الفئات، لكن هنتكلم عن ده بس، كلميني عن فوائده للمراه. ألب مالتي فيت رائع. في معظم، مش بقول كل الفيتامينز، اقدر اقول معظم الفيتامينز، وفي الفيتامينز اللي بتدعم لي جدا المناعه للمراه، الصحه النفسيه بيقدر يدعم بطريقه ما المود بتاعها، النشاط بتاعها، سرعه الايض بتاعها، بيدعم الكالسيوم، لان داخل ألب مالتي فيت انا عندي فيتامين سي، عندي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، فيتامين بي والعيلة كلها. والله كلها. ما شاء الله. عندي الزنك، الزنك داعم جدا للشعر على فكرة، الزنك ونحاس، يعني بشرة وشعر، وطبعا مناعة. احنا شايفين على الشاشة دي صورة علبة او منتج ألب مالتي فيت. طبعا احنا موجودين ومتوفرين بالصيدليات في كل محافظات مصر، نقدر نتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة ده، رقم الشركة، بتقدر البنات اللي شغالين في الكول سنتر يوجهوهم الصيدليه اللي جنب بيتهم. طبعا احنا هنا بنشرح كل الفيتامينات اللي موجوده. دي موجوده بنسبها كمان؟ طبعا بالنسب كلها. كلمينا عنها بقى. طبعا الزنك، عندي اعلى تركيز في الزنك، ما دام عندي زنك يبقى لازم اي مكمل غذائي فيه زنك وبمشي عليه لايف تايم او بمشي عليه مده طويله لازم احط معاه نحاس. لازم، لان ده كليتس بيشغلوا بعض. طبعًا. تمام. فيتامين هي اللي هو فيتامين اي، ده اقوى مضاد اكسده ربنا خلقه. لازم طول الوقت، انا جسمي بيتعرض للالتهابات. صحيح. من حاجات كتيره جدا بيتعرض للالتهابات، فبقدر امنع او احد شويه من الالتهابات من فيتامين اي. بلس لما احنا شفنا طبعا فيتامين بي، شفنا الكالسيوم موجود، والحلو في ألب مالتي فيت ان الكالسيوم تركيزه 70 فقط.
هو المفروض في العادي يبقى تركيزه قد ايه؟ لا في العادي السيده بتحتاج 1000، اللي هي السيده الطبيعيه مش الحامل. الحامل بتحتاج 1200. اوكي. وبعد المونوبوز او انقطاع الدوره برضو بتحتاج 1200. فعشان كده بقول هو الب مالتي فيت حلو جدا للسيده الحامل، بس اكيد بنصحها باستشاره الطبيب لو محتاجه تاخد كالسيوم زياده مع الب مالتي فيت، لان ما ينفعش الكالسيوم، انا بتكلم على مكمل غذائي بنمشي بيه وقت طويل، ما ينفعش يتحط فيه كالسيوم بتركيز عالي. يعني مثلا يقول لي طب مثلا لو انا عندي مشاكل كبيره جدا في العظم، لا غنى عن زياره الدكتور. اوكي. لان لو محتاجه كالسيوم بقى بتركيز عالي جدا لمده شهر شهرين زي ما الدكتور بيقول، وبتمشي على التراكيز البسيطه اللي زي الب مالتي فيت. السؤال بقى، الب مالتي فيت هنا عايزه اعرف الجرعات بتاعته المسموحه، وعايزه اعرف انا دلوقتي اقدر اروح الاقيه في الصيدليه العاديه؟ لان انا عارفه ان كل حاجه موجوده في الصيدليه لازم تكون مرخصه. طبعا. صح كده؟ ده امان اكيد، يعني موجود أكيد في كل الصيدليات. الب مالتي فيت موجود اقدر اقول 70% من صيدليات مصر، لكن موجودين في سلسله صيدلات مشهوره بتبقى موجوده في كل المحافظات. اوكي. فمش هقدر اقول اسماء الصيدليات، هنقدر نتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه والكول سنتر هيرشحه. اوكي. نقدر اقدر اقول ان الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء. أوه. وده حاجه داعمه جدا لكل الناس اللي بتتفرج عليا ان احنا بنتكلم على منتج مسجل. طبعا معانا صوره الشهاده اهي، تسجيل منتج غذائي. ده امان لكل الساده المشاهدين، من حقهم يشوفوا ترخيص المنتج. انا كمشاهده مهما الدكتوره قالت انا من حقي اشوف ترخيص المنتج قدامي. ده صحيح، لانه احنا بنشوفها على اونلاين حاجات والناس بترشح منتجات وما بنبقاش عارفين عنها حاجه اصلا. لا. يا دينا طبعا شركه بايوناتشرال بشكرها جدا انها دعمت ان 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 ان, إن الترخيص يطلع على الشاشه، ومعنى انه مرخص يبقى موجود في الصيدليات. وبقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا ما تاخدوش مكملات غذائيه ادويه مجهوله المصدر، خدوا الحاجات دي من الصيدليه. الصيدليه على طول اعرف انها امنه ومرخصه من الجهات المختصه. طب قول لنا بقى الجرعات بتاعته ايه بقى؟ الجرعات قد ايه في اليوم منه؟ انا شايفه انه في 3 شرايط. 3 شرايط يعني هو 30 كبسولة. اسعاره ايه بقى؟ يعني السعر رائع، السعر متناول للجميع، متناول للجميع بلا استثناء، من الغني للفقير. أوكي. لان الصحه وان احنا ندعم الصحه ده حق كل الناس بكل فئات المجتمع المصري اكيد. أوكي. الجرعه المناسبه المصرح بيها هي كبسوله واحده في اليوم. كبسوله. أوكي. يمكن بيقولوا مثلا طب احنا عايزين ناخد كبسولتين، دي مش بتاعتي، دي بتاعت الدكتور المختص لو هي محتاجه، سواء سيده او رجل، لان اكيد داعم جدا للرجل كمان، يسالوا لو انا محتاجه اكتر من كبسوله. لكن الكبسوله المصرح بيها هي كبسوله واحده في جميع الاعمار. هاخدها امتى يا عظيمه؟ ممكن اخدها بعد الفطار، بفطر فطار كويس. ايوه. وباخدها على كوبايه ميه كبيره او بعد الغداء. طيب حلو، ممكن اعرف بقى الاعمار؟ يعني انا ممكن استخدمها العمر ايه؟ يعني بتبدا من عمر كام لحد كام؟ نقدر نقول نبدا من سن المراهقه، يعني 13 14 سنه مفيش مشكله. يعني كمان الولاد يقدروا، يعني طبعا في العمر ده يقدروا. انت عارفه في الوقت ده يا عظيمه او في العمر ده طول الوقت بتلاقيهم للاسف بيبقوا في الشارع وبياكلوا جانك فود وبياكلوا اكل وما بتلاقيهمش بيحبوا بقى السلطات قوي، بيحبوا الخضار قوي. بالظبط. او اكل البيت عموما، اكل يعني البيت. فلازم ندعم الفيتامينات الناقصه بالمكمل الغذائي المرخص من هيئه سلامه الغذاء الب مالتي فيت. واكيد احنا شايفين على الشاشه الميزه، المميزات الب مالتي فيت كلها حلوه. يعني ده اللي موجود على الشاشه. انا مبسوطه والله ان هي يعني الناس تقرا وتشوف وتبقى شايفه بعينيها كمان التصريح. والاهم من ده بقى عايز اسالك اصحاب الامراض المزمنه، عشان ده سؤال مهم جدا. في اصدقاء لينا بيشوفونا اصحاب امراض مزمنه، هل يقدروا يتعاملوا مع الب مالتي فيت بكل امان وسهوله ولا ايه الدنيا؟ الب مالتي فيت ما فيهوش اي ماده فعاله تتعارض مع اي دواء من اصحاب الامراض المزمنه اطلاقا. تمام. هو مكمل غذائي طبيعي، فيتامينز، ما فيهوش مواد فعاله تتعارض مع اي ادويه. طبعا اصحاب الامراض المزمنه ما فيش مشكله ان هم ياخدوا الب مالتي فيت مع الادويه روشته الدكتور رقم واحد، والفيتامينز هي بس داعمه للصحه، داعمه للمود، داعمه للنشاط، داعمه للتمثيل الغذائي فقط. يقدروا كمان يسالوا الدكاتره والطبيب المختص، اوريدي طبيب مختص ما فيش اي مشكله اكيد هتبقى معاه ان هم يدعموا بالفيتامينز. لو عندي كونسرن بسيط جدا، فئه بسيطه جدا، اصحاب امراض التليف الكبدي او امراض الكلى، اي حاجه بياخدوها ايا كانت، حتى الاكل احيانا اللي بياكلوه والشرب بيسالوا الطبيب المختص اكيد. طب خلينا ننتقل لفتره الحمل والرضاعه.
دي برضو فترة مهمة طبعًا للمرأة جدا. طبعًا طبعًا. طيب بتقدر تتعامل مع ألب مالتي فيت ازاي؟ هتقدر تاخد ألب مالتي فيت آمن جدا جدا. أوكي. لكن تقدر كمان تسأل الدكتور المختص لأن ممكن تحتاج كالسيوم أعلى، زي ما أنا قلت ألب مالتي فيت فيه 70 ميلي جرام، هي محتاجة أعتقد 1200 ميلي جرام، فتقدر تسأل الدكتور لو محتاجة تاخد سبلمنت كالسيوم مع ألب مالتي فيت. ألب مالتي فيت فيه فوليك أسيد لأن أوريدي الست الحامل من قبل ما بتحمل حتى من قبل ما بتحمل في خطة الحمل والدكتور بيمشيها على الفوليك أسيد. أوكي. عشان الفوليك أسيد وأول ثلاث شهور كمان من الحمل طبعًا بتاخده. طبعًا. فتقدر تستشير برضو الدكتور، لان انا بحب السيده الحامل اي حاجه تاخدها تستشير الطبيب المختص، لكن ألب مالتي فيت طبعا هيبقى داعم ليها وملوش اي اعراض جانبيه، واللاكتيتنج ماذر كمان اللي هي الست اللي بترضع. أوكي. يمكن الست اللي بترضع هتحتاج اوميجا كمان مع ألب مالتي فيت، لان الاوميجا مهم جدا جدا لكل حاجه في الحياه. الاوميجا موجود في الاسماك الدهنيه اكيد، فانا بقول على طول ان احنا ناكل سمك، السمك اكتر حاجه صحيه. اه طبعا. وناكل الفراخ وناكل اللحمه بس بالنسب المعقوله. آه. عشان اليوريك اسيد عندي ما يعلاش ويحصل نقرس. طب هسالك حاجه بقى دلوقتي، انا ممكن امشي على مكمل غذائي فتره وبس، في من بعض المكملات الغذائيه بيضر يعني مع الوقت بيضر، قولي لي بقى قصه ألب مالتي فيت والموضوع ده ايه؟ اعتقد ان ألب مالتي فيت ملوش اضرار اطلاقا. أوكي. لان نسبه بسيطه ومعظم الفيتامينز اللي فيه ووتر سوليبل، يعني ما بتتخزنش في الخلايا. طبعا لو عندي مكملات غذائيه اخرى فيها فيتامينز قابله للذوبان في الماء بيحتاجها طبعا فتره، وممكن بيوقف بيرجع يحتاجها تاني، لان كل الفيتامينات احنا محتاجينها شبه يومي، وبالاخص الفيتامينز اللي لا تنتج في الجسم، يعني عندك الكالسيوم الجسم ما بينتجوش، محتاجين ناخد كالسيوم من الاكل سواء البيض سواء الالبان سواء الجبن. والسيده اكيد اللي بعد سن الأربعين محتاجه تدعم بالكالسيوم جدا جدا بالمكملات الغذائيه، يعني ده مع الدكتور بتاعها، الدكتور النسب بتاعها هو اللي بيدعم لها او يديها النسب الزياده. حلو. يعني يمكن مثلا لو هتكلم على اي فيتامينز من القابله للذوبان في الماء، لو فيها ديستراكشن او قليله هتحصل مشاكل. فيتامين د من اهم الفيتامينات طبعًا. للمناعه وللمود ولصحه الست، واحنا الستات المصريات كلنا، انا على طول ما فيش حد قابلته من الصحابي ما عندوش نقص فيتامين د، انا اولهم وانا شخصيا، فلازم ادعم فيتامين د بتركيز عالي. ده وانا ما باخدوش من مصدر الاساسي بتاعه كمان، هو كمان مصادره مش قليله، مش كتيره، مش كتير. ومش كتير بيحبوا يقعدوا في الشمس. يعني كتير يقول لك لا ما اقعدش في الشمس، اقعدي في الشمس ربع ساعة في اليوم مش هيحصل حاجة وحطي الصن بلوك. ممكن تقول لك لا أنا مش عايزة أقعد في الشمس، فلازم تدعم بمكمل غذائي. بمكمل خلاص احنا كلنا بنحتاج مكملات لغاية ما بتوصل التركيز الكويس بتاعها. حلو قوي. التركيز اللي هو الحد الأدنى. بعد فترة قد إيه من استخدام ألب مالتي فيت أحس بالنتيجة الحلوة اللي أنا منتظراها؟ تقدري تقولي عظيمة من أول أسبوع. عندي خمول بقى وتعبانة من أول أسبوع. من أول أسبوع، بس أهم حاجة إن أنا أخده مرة كل يوم منتظم. مش مرة كل ثلاث أيام. الجسم بيحتاج الفيتامينز يوميا، وأكلنا بقول على طول مش كفاية، لأن أنا بحتاج فيتامين سي، بحتاج فيتامين بي بكل أنواع، وبحتاج كالسيوم، بحتاج زنك، فأقدر أقول من أول أسبوع بلاقي نتيجة ممتازة. حلو قوي. طب قول لنا بقى ايه اللي بيميز تحديدا ألب مالتي فيت من المكملات الغذائيه عن اي منتج تاني؟ حاجات كتيره يعني. ايه بقى قولي لي؟ الاقوى تركيز الزنك مبدئيا. انا شايفه فيتامين سي كمان، فيتامين سي 500 ملي جرام طبعا، ويحتوي على عائله فيتامين بي او بي الكامله. يعني بتلاقي مكملات تانية أخرى فيها نياسين رايبوفلافين، بس أيضا أنا عايزة كوبالامين، لأن الكوبالامين داعم لكرات الدم الحمراء، وطول الوقت احنا لازم ندعم صحة دمنا، لأن الدم هو وسيلة مواصلات كل حاجة في الحياة، هو وسيلة مواصلات الهرمونات بتاعتنا، وسيلة مواصلات الفيتامينات والمعادن، وسيلة مواصلات الفضلات والسموم، فلازم طول الوقت أعرف أدعم صحة دمي. الكوبالامين بيكون لي وبيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، فبتلاقي مكملات تانية فيها نياسين رايبوفلافين فوليك أسيد ما فيهاش كوبالامين. طب أنا عايزة كل عائلة فيتامين ب، لأن كل واحد فيهم بيشتغل بطريقة معينة. فده موجود في ألب مالتي فيت، بلس إن هو قوي جدا كمضاد أكسدة لأنه بيحتوي على فيتامين إي وسي، بلس انه داعم لصحه الضوافر والشعر والبشره لانه محتوي على كالسيوم وزنك ونحاس. هايل. طب يعني اقدر اقول كده ان هو ملوش بديل في الصيدليات؟ ألب مالتي فيت ملوش بديل خالص.
لا بالغالي ولا بالرخيص، هو ألف مالتي فيت. زي ما احنا شفنا على طول بقول ان احنا نصور صورة العلبة عشان لما نروح للصيدلية او نروح للصيدلية ونطلبه هو الشكل ده، ملناش اي بديل اطلاقا. وارجع اقول اكيد مرخص من هيئة سلامة الغذاء وامن جدا لكل الناس. دندون انا بشكرك جدا، شرفتيني ونورتيني بجد دكتور دينا ابو السعود في الفقره دي، وبشكرك على الاسئله الرائعه اللي احنا يعني ارجو ان احنا نكون قدمناها لاصدقائنا وجاوبنا عليها، لان فعلا في حاجات كتير تختلط علينا فيها الامور. صح. انا شايفه ان انت النهارده وضحت لنا حاجات كتير حبيبتي. واكيد ما زلنا لسه مستمرين في الفقرات تانية، اكيد هتوضح لنا حاجات تانية عشان برضو الرجال ما يزعلوش مننا. هناخد كمان اسئله ان شاء الله فقرات تانية عن الساده الرجال علشان نبقى خدمناهم فير. كمان نبقى فير. فير احنا ناس. صح. فير. صح. انا طبعا بشكر حضراتكم جدا جدا ل يعني حضراتكم متواصلين معانا ودايما ليكم اي اسئله بعتوها لنا، يعني ما عندناش اي حاجه نقدر نقولها غير انه حضراتكم ليكم اي اسئله بعتوها وان شاء الله تجاوبها معانا دكتور دينا ابو سعود، كانت موجوده معايا مشرفاني منوراني مستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. بشكر حضرتك. تسلمي يا مره ثانيه، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.